السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الشكر موصول سي هشام والموقع بلا حدود على الزيارة ديالو اللي دار عندنا اليوم لحي ترقع. حي ترقع اللي كما كتعرفوا دات واحد العدد سكاني مهم كانوا كينقصوه صراحة بحال هذه المبادرات الطبية. اليوم بشراكة مع جمعية المساعدين الصيادلة بالناظور وباراماتشيكا وموقع ريف ديال الإخباري كتنظم هنا واحد الحملة طبية خاصة بفحص الضغط الدموي وداء السكري. صراحة جد سعداء، يعني الخدمة الساكنة اللي كتفتقد، الساكنة ديال ترقع صراحة كتفتقد لهاد مثل هاد المبادرات، وسنوات ما شفناش بحال هاد المبادرات هنا. الشكر موصول للسياسيين طبعا اللي كان هو صاحب الفكرة ونسقنا معاه ودرنا هاد الحملة هذه، هاد القافلة هذه، ومازال ان شاء الله مستقبلا غادي يكونوا حملات ان شاء الله لفائدة الساكنة ديال ترقع، خصوصا الاسر المعوزه والاسر المهمشه. كما كتعرفوا ترقع في واحد يعني ناس ذات الدخل، اسر ذات الدخل المحدود اللي كانوا كيتمعشوا من المنيليه المحتله، ناس هنا ساكنين، ناس هنا ربما ما كيلقاوش حتى ذاك 10 دور وذاك 5 دراهم باش يمشيو للصيدليات باش غادي يعبروا الطونسيون ولا غادي يعبروا السكر. لهذا هذه المبادره كنتمنوها مبادره جد 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 ايجابيه، ونتمنوا العدد من الجمعيات ماشي السياسيين وصافي باش يكون عندهم واحد اللفته اتجاه السكنه ديال الحي مستقبلا. وان شاء الله كاين مزيد من القوافل الطبيه غادي تكون هنا على مستوى حي ترقع. وتحياتنا لك سي هشام. نهار امين مشتوريم، غنغيز القافله الطبيه بمساعده جمعيه مساعد الصيادله بالناظور مع شراكه مع بارا مارتيكا وسينوكار. نهار امين مشتوريم الساكن في حي ترقع انه ذني الطاس يوذان وتوعين بوس المرض السكري ونهار بعد الطاس من وزن نوفذ الطاس غيوذان حكمي السكر، ولكن بالعلم انه هو السين انشاء امير سين المذيك سواشين لا وذاي وذاي ضرب عادي قارش عنش عماس ووزينة عماس وراقبه بالنسبه للداء السكري والضغط الدموي ضرب عادي سن طنسيو قارش نشوف السين غوضي طنسيو وميتغن يوذان قانش اغنان قيوضي غنن وقعي المشكل مهم. ديج الحالة صعبة جدا داني تادي حي ترقع نهارا نوزد باش انواع عشوة يودان بس المرضى باش تسن بانه داء السكري ايج المرض مزمن يقصح الطاس لهذا الانسان بنادم اذيوي عدة الاحتياطات الزيس ونشي نهارا نكاس نجن قفلة نهارا بالمجان. وبالنسبة دي المناسبة نهارا نكار اثنين ثلاثة اثنين الجمعة اريد انت قياس الدم السكري بالمجان مرة منين تعاوني وذان وغاي ويتشيشا باش أضعبان سكوارا أضحفن في الصحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.